السلام عليكم، صباح الخير. بقول لكم سبحانية أثار الصدقة، سبحان الله العظيم كيف تعويض الله عظيم. يقول واحد إن اللي يحتاجه يعني بالبران يمكن له 60 سنة هالقصة أو 70 سنة، مي بعيد ولا هي قريب. قلنا عيالي احتاجوا ملابس وحاجات وطلبات، قلوا أنا عندي غنم يعني شويات ونشرب منهن ونزين منهم باقل ونزين، يعني ما أقدر أتفرط. نظر عندي طليان واحد يقول إني يعني محتفظ به لعله يجي نضيف ولا تيجي وقت الضحية ولا تصير أحتاج مخليه. يقول لو شفت عيالي اضطروا إنهم محتاجين قلت ما بفايدة بروح أبيعه، لعله يجيب لي جنيهين أو ها أشري عيالي طلباتهم وأجي. يقول حتى البيت يبي مؤونة، حتى يعني عيالي يبون غيار، حتى يعني مو بس إني أشهد لا إله إلا الله بس حاجات ملابس عيالي، لا أشياء كثيرة ببيع بملى البيت من الخيرات قروشه. يقول سبحان الله العظيم أمسكه قلت للمرة بروح أبيعه وأجيب حاجاتكم وأجي. قالت الله يسهل أمرك. يقول وامشي. يقول ما أخذت لي ولا يمكن تقريبا 4 كيلو أمشي. يقول وأترك الرجل اللي معه عشان الله قطع من الخرفان. قلت وين؟ قال بالسوق، بروح للسوق أبيعها. قال أجل أنا بطلي ذا رايح أنا ببيعه بالسوق، خلي نتخاوى أنا وياك وتشاير الطريق أنا وياك لمن نوصل دربنا ونبيع حاجاتنا ونجي. يقول فعلا مشينا. يوم نزلنا عاك الوادي أبد بالوادي ونلقى هاك الخيمة اللي انتهت ما يعني ما بينها لحالتهم مرة. يقول تبي نقف عندهم تقهوى عندهم ونعين من الله خير. قال يلا. يقول واقف عليهم واضربوا بزارين ميتين من الجوع ومامتهم تو مضنية. قلت يا ولد يا ولد. وقالوا المعيي اللي بالبيت ان امي مضنية وجعانة تو مضنية ما لها الا ساعتين. قالوا انا عندكم شيء؟ قال ما عندنا شيء ناكله. قل باين عليهم انهم ميتين من الجوع، ينظرون ودهم نحلب لهم هذول اللي معنا. يقول يعني فعلا حلبنا لهم وعطيناهم، بس انه بدا يشفطون تشفط لدرجه انهم يلحسون الطاسه عقب الحليب. يقول قلت الرفيزه اللي معي انت معك كم راس؟ غدينا نذبح واحد منهن واعطيك نص حقه وانت ليك نص حقه. قال لا والله ما عندي طاري. من الحلال ترى دفعت بلا عنك وعنه، انا بدفع نص القيمه. قال لا ما عندي طاري، حلال ما انا مفرط به. ايوه قلت اجل بذبح طلي اللي معي. قال بكيفك. يقول والله اقوم واذبح ويبدا يصرخون العيال من الفرحه ويصفزون ويفرحين. يقول قمت طبخت وحطيت هاك الزدر اللي ما تاكل به ولا الغنم، غسلت وحطيت بامي حطيت على النار وبديت اقطع منها اللحم واحط واشوي لهم الكبيد وياكلونه ويركضون يحطون اجيب شو اسمه عندهم شوي خضيرة الناشفة. يقول واغسله وقطع حطه معها المرق. يقول طماط وخضرة ناشفة وبصل. يقول بدا يطبخ المرق. يقول وزين خبيزات على اجلي العجين وزين لي كم قرص معها الحمدة ما تطبخ. يقولوا ناكل أنا واللي معي الرجل والأطفال ويستنسون ويصرخون. يقول وأعطي لهم مريقة مع خبيزة. قلت أعطوا أمكم خلوها تاكل. يقولوا يروحون يدخلون أمهم تاكل. قلت شوفوا بقى الحمى خلوها الباتر زين ولا ما قطعت أهلهم. يقول زينت أهلهم بس يشبون عليه يطبخونه بين باتر. يقولوا جروح. يقول يوم ذا امشي انا ورفيزي. يقول يا قلت انا ترى ولد العمي قريب ودي اسال الفي عليه. قال انت برايح معي ببيع طليان اغنمي اللي معي؟ قال لا والله ما مالي حاجة بالسوق، اول كنت ببيع
اطلي لي معي، والحين انا تصدقت بو ما لي حاجه بسوي. يقول قلت بكيفك، قلت اني ولد عم اللي قريب بطلب منه لي جنيهين سلف لمن الله يفرج اهلي. يقول قال بكيفك، يقول هو راح وانا لفيت على ولد عمي، اخذت يوم دخلت عليه فرح بي ولد عمي، قال ايش هالجي وش هالهبق، وقلت والله اني محتاج. قسم مش بغيت، قال ابغى جنيهين ابشر عيالي حاجاتهم طلباتهم واغراضهم. قال بتبشر، يقول اعطاني جنيهين، يقول لما اعطاني جنيهين حطيت انا مخباتي وقلت بروح اقضي حاجتي دامكم تجهزون قهوكم. يقول فعلا رحت الرج من عندهم يقضون به الحاجة. يقولوا جايهم مثل ما تقول امس او قبل امس جايهم سيل شديد. يقولوا اجي اروح وانا قاعد نقضي حاجتي وناظر شيء غريب. قلت سبحان الله العظيم وش هالشيء؟ تكشين يلمع تكشين. يقول بروح لامه اناظره واثروه جنيهات. يقول واخذ هالجنيهات وحطهم مخباتي وارجع لولد عمي. يقول وثر كثيرات يعني ما لي يدي. يقول احطه برباط علي ببطني واروح لامهم. يقول ارجع قروش ولد عمي اللي اعطاني اياهن الجنيهات. قال وراها هو انت بتروح للسوق؟ قلت لا بروح للسوق بس ارزق ربي. يقول اطلع منهن واعطيه زود، هو بعد ولد عمي حالته الماديه والله انه. يقول واعطيه زود على اللي على شو اسمه على اللي معي ويدعي لي بالبركه. قل ما يدري عنه ما يدري وش، يمكن لهم رايحين لك الانسان، لكن الله سبحانه وتعالى عوضا بدل هالجلال الطلي اللي انا ذبحت. يقولوا فعلا شرحت للديره وشريت العيال طلباتهم، جا طالبين ملابس وطالبين غيرات وطالبين اكل وطالبين شرب وطالبين حاجات ما تقضي، تعرف طلبات الاهل. يقول والله وشري كل لهم يبون، وشري لي منايح وشري لي واشري لي خيمه واشري لي بعير وحط عليها الخيمه خيمة ثانية. يقول أنا عندي خيمة صغيرة متجمعين عيالي، بس يقول أنا محتاج. يقول وأروح لعيالي. يقول أنا بالطريق رايح، يقول وثر هذا رفيزي راح الطليان. قلت هلا والله شلونك عساك طيب وش أخبارك؟ قال الحمد لله بنعمة. تا وش صار عليك بعت؟ قال لا والله أني بغيت أموت قبل أمس. قال وش؟ يقول عقب ما خليتك وانت رحت لولد عمك اني دخلت على الشعيب وعجزت شو اسمه عجزت تفرص منه لان جانا السيل بسرعه. يقول سبحان الله العظيم وجرف كل حليلي، جينا سبعه روس اللي معه. يقول جرفهن كلهن السيل وعجزت امسكهن وعجزت اخذهن وعجزت يعني حصل عليهن والحمد لله. قال وانت؟ قال انا والله ربي عوضا جاب لي الله سبحانه وتعالى جنيهات لقيتهن ورحت شريت حاجاتي وشريتها اللي انت تشوف. قال تعالي بالبركه وراح. يقول شوف الصدقه سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم الصدقه شوف شلون تسوي. طلعت لي وحده طلي جاب لي الله قطيع وبعير وخيم وحلال ومعي جنيهات بعد. الحمد لله هذا فضل الصدقة. يقول ما نقص مال من صدقة بل تزده. وهذه القصة قلتها لكم وإن شاء الله نعجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.